بسم الله، شوفوا ان شاء الله مع بعض ازاي نعمل سلندر عن طريق لغة برمجة الدينامو. اجي هنا اقول له انا عايز جيومتري، عايز سلندر، كرييت سلندر، اختارها باي بوينت، برضو ممكن نعملها باي راديوس مفيش مشكلة خالص. وانا بيقول لي انا عايز الستارت بوينت، اديني الستارت بوينت بتاعتي واديني الاند بوينت واديني الراديوس. فانا هقول له هنا اديني الاكس واي زد، تمام، هدي دي الستارت بوينت، وهات له واحده تانية للاند بوينت والرادياس. ليه؟ لان احنا نعملها نمبر او سلايد، خليها نمبر مثلا على سبيل المثال، واخلي النمبر بتاعها مثلا 5. وعايز اديله هنا بقى ايه البوينت واي كوردينيشن الاكس والواي، برضو ممكن نخليها نمبر او نخليها سلايد، انتجر سلايد، انتجر سلايد. ممكن اعمل واحدة الاكس وواحدة الواي، او ممكن اربطها بالاتنين. هخلي ده مثلا 2، واخلي ده 3، فلاقي السلايد معايا بالشكل دوت. اقول جيومتري وابدا اكبرها، ارجع تاني للنقط. مثلا انا عايز الراديوس 10، الاقي الراديوس كبر قوي، 3 الاقي صغر. نقطة الاند بوينت او نقطة الستارت بوينت اقدر برضه اتحكم فيها بالشكل دوت زي ما انت شايف. فدي حاجة سهلة جدا، وما شفتهاش في مثال قبل كده. انا بدأت اجرب، قلت جيومتري انا عايز ارسم حاجات دي، فانت لو دخلت قلت له عايز ارسم جيومتري سيركل وقلت له كرييت، هتلاقي انه طلب منك معلومات بسيطة جدا، نفس المعلومات اللي مطلوبة اللي انت بترسمها في الريفت. فبتبدأ تشوف ايه البيانات اللي المفروض دي تاخدها وايه البيانات اللي المفروض تديها له، وتبدأ تحط المعلومات اللي انت عايزها، وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط. تقدر تبتكر اشكال زي ما انت عايز. قد يكون ممكن تقول يعني كل ده عشان ارسم سلندر، لا، هي عشان ترسم اشكال اكثر تعقيدا بعد كده. او ممكن اضيف الواتش والواتش 3D، سلندر انا عايز اشوفها، طلع لي المعادلة بتاعتها، السلندر الواتش 3D، اشوف 3D عاملة ازاي زي ما هي موجودة هنا، وتبدأ تعدل في الأرقام. وممكن دي تخليها سلايدر، ودي تخليها نمبر مفيش مشكلة. ممكن تخلي ديت مربوطة بدي مثلا، ودي مربوطة بدي، مفيش أي مشكلة خالص. تقدر تخلي الأربعة مربوطين، لا هخلي الأربعة مربوطين ببعض، مش هينفع لأن هتبقى نقطة البداية هي نقطة النهاية، فمش هيوافق على كده. بس ممكن تخلي مثلا عندي الاكس دي ليها انتجر سلايدر، وهنا دي الواي ليها انتجر سلايدر، والاكس والواي التانيين برضو ليهم انتجر سلايدر مختلفين.